الحمد بأل تفيد الاستغراق، يعني جميع المحامد أنا أجعلها لله جل وعلا وأعترف بها لله جل وعلا، وليس أحد من الخلق أحمده بجميع المحامد إلا رب العالمين. فلذلك ما يجوز تقول إن جميع المحامد لفلان أبداً، إنما فلان يحمد على كذا أو على كذا أو على كذا، ولذلك لا يحمد على المكروه إلا رب العالمين جل في علاه. والحمد حقيقته أن تقول الحمد لله، فإذا قيل لك احمد الله معناه أن تقول الحمد لله. وحقيقة الحمد هو الثناء على الله جل وعلا ومدح الله جل وعلا بما يليق به من الصفات ونعوت الجلال والكمال جل في علاه. وقال بعض العلماء الحمد هو الشكر باللسان أو الشكر بالقول، وهذا معنى صحيح. وللعلماء في الحمد والشكر كلام طويل ليس هذا موضعه،